يواجه فريق النجم الساحلي فريق الملعب التونسي في مباراة ودية على الملعب الأولمبي دي سوسا لكي تشاهد المباراة مع لايف فضل الطاط في وشكرا لكم مسبقا سوف تلعب المباراة في تم الساعة الثانية ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة بتوقيت السعودية وقطر والإمارات ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الموقع الرسمي لفريق الملعب التونسي والنجم الساحلي نتمنى لكم فرصة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الخاصية ترجمة سعادة كل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل مبايئة القوية والمقبرة ونعطيكم موعيد في موعد قادم